الحقيقة اليد أنا بقيت من أكتر الناس اللي عندها باشن عشان أتفرج على كرة اليد. واصل لك ده أصبح مختلف بالنسبة لكم كلعيبة يد في الفترات اللي فاتت ودلوقتي؟ لو عملت كومباريزن كده تحس لا دلوقتي فعلا الشارع النادي نفسك لما بتروحه بتحس باختلاف؟ ده حقيقة. الهاندبول جت في فترة كانت مصر كانت من التوب فور تقريبا في حوالي لحد سنة 2001. بعد كده حصل دروب شوية، فضلنا في المنطقة اللي هي بتاعة 13 14 17 لحد كأس عالم 2019. مصر كانت الثامن، وبعد كده 2021 احنا طلعنا سابع، وطبعا احنا السيمي فاينال الكوارتر فاينال كان مع الدنمارك، ومصر كلها شافت الماتش طبعا. الواحد ده تبقى بيمشي في الشارع حتى بيسمع الناس بتتكلم على الماتش ده لحد النهارده، الناس ما نسيتوش، ولو قاعد في اي حته او اي مكان والناس تعرف ان انت لعيب هاندبول كله بيقعد يتكلم على المباراه بتاعت مصر والدنمارك بالذات. فدلوقتي الهاندبول بقى ليها الحمد لله رجعت تاني ليها شعبيه، ورجعت تاني اسمها زي الفتره اللي هي بتاعت 2001 اللي هو الجيل الذهبي بتاع مصر بالظبط.